لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر القول الأول في الأيام المعلومات أنها أيام العشر الأول من ذي الحجة، قال: قول ثان في الأيام المعلومات. عن ابن عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. قول ثالث، قال ابن أبي حاتم النافع أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا إسناد صحيح إليه. وقال السدي، وهو مذهب الإمام مالك، وقاله السدي وهو مذهب الإمام مالك ابن أنس، ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني به ذكر الله عند ذبحها. ولكن يعني لماذا يقتصر على يومين فقط؟ إلا لو كان يقول أن الذبح في يوم النحر ويومين بعده، هو مذهب طائفة من السلف. إلا أن الصحيح، بل الصواب، أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، يعني أيام التشريق كلها أيام ذبح، يجزئ أن يذبح في أي يوم منها، وكذلك في الأضحية، لأنها الأيام التي ترمى فيها الجمار، فهي أيضا التي يذبح فيها لله عز وجل. قول رابع أنها يوم عرفة. ها؟ لا، المعلومات يوم النحر ويومين بعده، عشان دول فيهم الذبح. المعدودات الثلاث أيام التشريق بس، وده الصح. في أيام المعدودات ليذكروا الله في أيام المعدودات فمن تعجل في يومين، دول لابد يكونوا 11 و12، ده المتعجل، يبقى لابد يكون يومين، ومن تأخر فلا إثم عليه، دول اللي هو يبقى المتأخر.
إذن الأيام المعدودات أيام رمي الجمار، أذكر الله في أيام معدودات ده رمي الجمار. المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بقى لابد أن يكون هناك فيها ذبح، عشان كده بنقول أن الأيام العشر ليس فيها ذبح، ويوم عرفة ليس فيه ذبح، مع أنها أيام ذكر، لكن هنا ذكر مقيد. قال عز وجل ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال رابع قول رابع أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال ابن وهب حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها ثمانية أزواج. والوجه الذي قال أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعدها يعني من جهة الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم الاستقرار في منى، فيوم الحادي عشر أفضل مما بعده، أفضل أيام التشريق ويوم القر، بل ظاهر الحديث هو حديث صحيح أما يوم القر هو أفضل الأيام بعد يوم النحر. يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، ده ابن جرير نقل الإجماع على خلافه أنه ليس بواجب، لكن الظاهرية يقولون بالوجوب. قال كما ثبت، قال والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، الاستحباب أولى، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة قطعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسى مما رقيها، رواه مسلم، ولكن بلفظ شرب مما رقها، فأكل أيها وعلي المشتركان في الهدي، فأكل من لحمهما من لحمها وشرب من مرقها، الشرب من المرق لكي تدخل كل واحدة قطعة من المئة ناقة فيما تناوله. هذا التحري الشديد يدل على أن هذا ليس للإباحة وإنما هو للاستحباب على الأقل. كده هو عايز يكون مطلوب ده، كده هو بياكل من كل الأدوات. يعني لماذا لم نقل بالوجوب؟ لأنه أمر بعد حظر، ولكن يعني نقول بقول يعني عامة أهل العلم، وكما ذكر ابن كثير أن القول بالوجوب قول غريب، وعده ابن جرير مخالفا للإجماع. قبل الذبح وبالتالي الأكل، يعني كانوا ممنوعين من أن يذبحوا شيئا وذلك لا يأكلون منها، فلما ذبحوها أبيح لهم أكلها. وقال عبد الله بن وهب قال لي مالك أحب أن يأكل من أضحيته لأن الله يقول فكلوا منها. وقال ابن وهب وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم فكلوا منها قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل، وروي عن عطاء ومجاهد نحو ذلك. المجاهد في قوله فكلوا منها قال هي كقوله
فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فجزأها نصفين، نصف للمضحي ونصف للفقراء. طبعا هذه في الهدي، ولكن الأضحية مثلها الاستحباب، بس ينبغي أن لا يفرط فيه. استحباب الأكل ينبغي أن لا يفرط فيه، واستحباب التصدق ينبغي أن لا يفرط فيه، ولا أتركها حتى تفسد. وإن كان ولا بد فأن يتصدق بها كلها أولى من تركها، وتصدق بها كلها أولى من الأكل منها كلها. السنة أن يأكل ويتصدق. القول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به، لقوله تعالى في الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني القانع الذي لا يسألك، والمعتر الذي يسألك. المعتر هو الفقير البائس الفقير، والقانع هو الذي لا يسأل كالقريب والجار ونحو ذلك. فهذا ثلث الإهداء. وعلى أي حال فالآيتان لا تدلان على وجوب التقسيم ثلاثا أو نصفين، وإنما أن يكون جزء هكذا وجزء هكذا. أما ضرورة بقى أنها تكون بالوزن مثلا، وأن حوز مثلا 10 كيلو 3 كيلو 333 جرام، لأن البعض يشدد في ذلك ويرى أنه إيه يعني لابد وأن يجعلها أثلاثا بالضبط، هذا ليس بواجب، وإنما هو استدلال، حتى الاستدلال ليس استدلالا ظاهرا على التثليث، وإنما هي على وجود الأصناف الثلاثة، على أنك تفعل بها ثلاثة أشياء، وليس أنك لابد أن تكون بالقسمة المتساوية. قوله البائس الفقير، قال عكرمة: المضطر الذي عليه البؤس الضعيف. قال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن المريض مرضا مزمنا. قال مقاتل بن حيان: هو الضرير. وقوله: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأذفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنهم. وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وقال عكرمة لابن عباس: ثم ليقضوا تفثهم، قال: التفث المناسك. وما ذكرش اللي ذكره ابن جرير من الأخذ من اللحية ضمن قضاء التفث. وليوفوا نذورهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني نحر ما نذر من أمر البدن. عن مجاهد: وليوفوا نذورهم، نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. هذا أجمع الأقوال. نذر أن يحج، نذر أن يهدي زيادة على الواجب، نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام، نذر أن يعتكف يوما، نذر أن يطوف طوافا. قال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد: وليوفوا نذورهم، قال: الذبائح. عن مجاهد: وليوفوا نذورهم،
قال كل نذر إلى أجل. قال أكرمة وليوف نذرهم قال النذر الحج. روى الإمام أحمد عن سفيان في قوله وليوف نذرهم قال نذور الحج، وكذا رواه ابن أبي حاتم. فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به. وروي عن مالك نحو هذا، يعني من نذر الحج عليه ما يفعل الحاج الذي يحج حجة الإسلام. وليطوفوا بالبيت العتيق، قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. روى ابن أبي حاتم عن أبي حمزة، حد عنده جمرة؟ كله حمزة؟ الله أعلم. قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم أفاض فطاف بالبيت. أقصد هذه هي المناسك، وإن كان رمي الجمار من المناسك إلا أنه باتفاق العلماء ليس بركن في الحج، وكذا المبيت بمنى، لكنه واجب من الواجبات. لم يقل أحد بوجوب بركنية شيء من رمي الجمار إلا جمرة العقبة يوم النحر، قال بركنيتها طائفة من أهل العلم قليلة، وأكثرهم على أن الرمي واجب وليس بركن. فآخر المناسك يعني يوم النحر، آخر المناسك بعد الوقوف بعرفة يوم النحر. قال السعي هذا الذي بعده تابع له لأجل أنه لم يسعى لحجه، وأما من كان قد سعى وهو قارن أو مفرد مع طواف القدوم أو طواف العمرة الأول هو اسم المقرن أجزأه ولم يسعى بعد طواف الإفاضة، لأنه ليس على كل أحد، لم يذكره لأنه ليس على كل أحد. صحيح عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا رواه البخاري. أمر النبي عليه السلام بطواف الوداع، لكن هذه الآية كما ذكر ابن جرير هي في طواف الإفاضة عند جميعهم. وقوله البيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر، وذا الصواب لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة، يعني لأنهم شددوا على أنفسهم في أن لا ينفقوا في بناء الكعبة، لا ينفقوا إلا مالا حلالا غير مهر البغي، يعني بدون أن يدخلوا مهر بغي ولا مال ربا ولا قمار ولا حلوان كاهن، يتركون هذه النفقات يرونها خبيثة، فتركوا نفقات فقصرت بهم النفقة فاكتفوا بالحجر فقط. يقول ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم
من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت وليس كله، يعني 6 أذرع 5 أذرع 4 أذرع روايات. اللي بيحسبها 6 بيحسب الذراع الذي بين الكعبة وبين بداية الحجر، من الحجر الحجر مش ايه وكله من الداخل، بس الحجر مش لازق في الكعبة على طول، في فتحة من هنا وفتحة من هنا، فتحة شرقية وفتحة غربية. فاللي بيحسب 6 بيحسب الذراع ده، واللي بيحسب 5 هو 4 وشوية، اللي بيحسب 6 بيحسب من أول الكعبة بيدخل فيه الذراع ده، يطلعوا 6 أذرع يعني 3 متر من الكعبة لحد ايه، لحد يعني هنقول 3/4 الحجر كده. واللي بيحسب 4 أذرع هم 4 وشوية، اللي بيحسب 5 بيقربها، واللي بيحسب 4 بيلغيها، بيلغي الكسر يعني، يبقى هي بالضبط من الكعبة 5 أذرع وكسر، لا تزيد على 3 متر. فاللي عايز يصلي في الحجر في جوه الكعبة يبقى يلزق في الكعبة قدر إمكانه، ما يلزقش في الجدار الخارجي. عشان كده اللي بيشددوا على الناس ويقول اللي يحط إيده على الحجر يبقى طوفه باطل، ده تشديد غير صحيح كله. الحته اللي فيها يعني الجدار الخارجي عشان نص دايره دي، ايوه هو ده نص دايره. القوس ده بره الكعبه يقين. القوس ده بره الكعبه. قال بعيد عن الكعبه، هو طالع لقدام كده، هو معلوم احنا بنتكلم على الحته اللي في النص، 3 متر من الحته اللي في النص. قال ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة، ولهذا قال ابن أبي حاتم سنده عن ابن عباس لما نزلت وليطوفوا البيت العتيق طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه. قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا البيت العتيق لأنه أول بيت وضع للناس، وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. وعن أكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمن نوح. قال خصيف إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط. عن ابن أبي نجيح وليس عن مجاهد أعتق من الجبابرة أن يسلط عليه، وكذا قال قتادة. عن مجاهد لأنه لم يرده أحد بسوء إلا أهلكه إلا هلك. عن ابن الزبير قال إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة. روى الترمذي عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار، وكذا رواه ابن جرير. وقال إن كان صحيحا، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. ثم رواه من وجه آخر عن الزهري بن سلام. عندك الشيخ الألباني علي ضعفه، ضعفه عشان يبقى عشان نرفع، هو زي ما قلنا أنه هو موقوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.